احنا نشكر كردستان اللي حوت 4 ملايين نازح وقدمت الكثير يعني، وهذا جميل ما ننسى الى مدى الحياة، وعيب واحد ينكر الجميل مال كردستان، لا والله ما ننكره، ضيفونا الناس واحترمونا وبأتعص ظرف مرينا بيه. بس أريد أسأل السياسيين، من اللي جي قال خلي أشوف نازح اللي ده يحكي هسه بالتلفزيون؟ يطلع واحد من بعض البرلمانيين 4 مليون نازح سني يقول دولة ما يمثلون السنة، لعد من اللي يمثل السنة؟ أنت تمثل السنة بصناديقك المزورة اللي جايب لي 100 صوت 200 صوت صاير عضو برلمان تمثل سنة؟ لا والله ما يمثلون سنة، وأنا أقول عار عيب يعني، هذا خزي.